لوحده. بس اوقات في اخبار من انطرة سائد منطرة، بس بجوز ما تجي على هذا المبدأ مثل ما عم تتحدثي انت. هلا انا ناطرة اخبار كثيرة ان شاء الله توصل، يعني بفلوس ببلاش، المهم انها توصل. هي رح توصل اكيد. وناطرة الرسمة كمان سائد، انا والمشاهدين باخر عددنا لليوم. ما في شيء محدد ببالك حترسمه؟ تقريبا. طيب خلينا نشوف لك. في ملامح دائما نقول في ملامح، لكن النهاية الله أعلم شو هي. لنشوف مسار صفحات عددنا كيف رح تكون رسمتك. أنا والمشاهدين رح نكون معك بجروتس سائد. أما أول كلامنا وعن الأنثى الكثير من الكلام بعد هذا الفاصل. الكلام عن الأنثى لا ينتهي ما دامت الحياة في عطاء دائم، فهي أم وأخت وزوجة وحبيبة وعاشقة. أكبر فخر للمرأة وأعظم مجد لها هو أنها كاملة الأنوثة، والأنوثة هي العطف، الحب، الحنان والمحبة للكون ولكل جميل في هذا الكون ولكل ما يكمل في هذا الكون. بدون المرأة يكون الرجل خشنا، شرسا، وحيدا، جاهلا بمعاني الرحمة التي هي عبارة عن ابتسامة المحبة. تستغني المرأة عن الرجل ماديا، لكن من المستحيل أن تستغني عنه عاطفيا، لأنه عندما نحب المرأة لمزاياها فليس هذا حبا، ولكن عندما نحبها بالرغم من العيوب فيها فهذا هو الحب. في البداية تضع المرأة العقبات أمام الرجل، وبعد ذلك تضع العقبات وراءه حتى لا يستطيع التراجع. يقول نزار قباني: ماذا فعلت من أجل المرأة؟ ربما كان من أهم إنجازاتي أنني حذفت اسمها من قائمة الطعام ووضعته في قائمة الأزهار، حذفت اسمها من قائمة العقارات والأملاك المنقولة وغير المنقولة، ووضعته في قائمة الكتب التي تقرأ، حذفت اسمها من قائمة الخراف التي تنتظر الذبح والعجول التي تنتظر السلخة، ووضعته في قائمة المتاحف التي تزار والسمفونيات التي تسمع. وضعتها قرنفلة بيضاء على صدري، ودخلت بها على حصان أبيض إلى المدن العربية التي تمارس الحب بصورة سرية وتخاف أن تصافح امرأة حتى لا ينقض وضوءها. ويرى نجيب محفوظ أنه عندما تحزن الأنثى فإن آخر ما تحتاج إليه هي حلول الرجل الواقعية، إذا عم يسمع سائد، والكلمات العقلانية، هي تحتاج قلبا لا عقلا، إنصاتا لا حديثا، احتواء لا عتاب. أما محمود درويش فيرى في الأنثى ويكتب على لسانه: أنا امرأة لا أقل ولا أكثر، أعيش حياتي كما هي خيطا فخيطا، وأغزل صوفي لألبسه لا لأكمل قصة هومير أو شمسه، وأرى ما أرى كما هو في شكله، بيد أني أحدق ما بين حين وآخر في ظله لأشعر بنبض الخسارة، فأكتب غدا على ورق الأمس لا صوت إلا الصدى، أحبك الغموض الضروري في كلمات المسافر ليلا إلى ما اختفى من الطير فوق سفوح الكلام وفوق سطوح القرى. أنا امرأة لا أقل ولا أكثر، تطيرني زهرة اللوز في شهر آذار من شرفتي حنينا إلى ما يقول البعيد. تبقى هذه الكلمات التي قالها محمود درويش: أبكي بلا سبب واضح وأحبك على لسان المرأة. هذه الكلمات اللي حبينا نفتتح فيها أول كلامنا، وخاصة أنه بالرسمات السابقة للدكتور سائد بكل حلقات الأحد كان في دوما محور واحد وهو الحوريات ومن يذهبون إليهم. حبيت اليوم بأول كلامنا سائد أنه يكون عن الأنثى كما وصفوها شعراء هذه المنطقة بالذات، هذه الأرض الجميلة. حبينا تكون بلغتنا نحن أكثر، لحتى نعرف أنه الحوريات يلي كانوا بالرسمات سابقا لا في بالوجهة